ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ انا مبسوطه جدا جدا جدا. ربنا يخليكي، انا سعيد انك معايا على الهواء. اتعرف بيكي طيب؟ دنيا. دنيا كم سنه يا دنيا؟ 24. مرتبطه؟ لا، كنت مخطوبه. كان في حب ايام الجامعه يا دنيا؟ كان حب كويس، احكي لي طيب. هو نفس الحب اللي هو اللي فيه الخطوبه ده ولا حب تاني؟ يعني هو نفس الشخص اللي خطبك ولا حد تاني؟ لا، كان حد تاني. طيب ايام الجامعه بدات ازاي علاقه الحب وانتهت ازاي؟ هي بدات بالصدفه، يعني كانت في محاضره بالصدفه. انا اصلا في اليوم ده انا كنت رايحه ورحت وقابلت الشخص دوت، بدات صحاب عادي جدا، كلام عادي جدا، لحد ما انا حبيته وتعلقت بيه. واكتشفت بعد كده ان هو على علاقه بواحده تانية. وقعدتوا قد ايه مع بعض؟ قعدنا سنتين. سنتين وانتي مش عارفه ان هو على علاقه بواحده تانية؟ لا، هي في اول سنه انا ما كنتش اعرف، السنه التانية انا عرفت. وهي العلاقه دي كانت من بدايه معرفته بيكي وهو على علاقه بنفس ال... لا، كانت من قبلها. من قبلها كمان. وكان مخبي عليك. كان وعدك بالجواز او قال لك حاجه كده؟ قال لك نتجوز ونخطط لحياتنا ومستقبلنا ودنيتنا وكده؟ طبعا كتير جدا. كتير قوي. طيب احكي لي بقى، عايزه تقولي ايه؟ اكيد عندك مشكله عايزه تكلميني فيها. انا بس عايزه اقول ان الشخص ده اذاني نفسيا جدا، يعني جدا جدا. اللي هو العلاقه اللي كانت في الجامعه. بالظبط كده. أذاكي نفسيا علشان اكتشفتي ان هو بيخونك. وانا اتعلقت بيه بسرعه جدا. هو انا في العادي بتعلق باي حد بسرعه جدا، بس هو عرف يخليني اتعلق بيه زياده. مين في كل ساب التاني؟ في المرتين كان انا سبته مره ورجعت له تاني. بس في المره التانيه انا يعني قفلت السكه في وشه وما قررتش ان انا اكلمه تاني خالص. انت اتاكدتي ان هو كان بيخونك؟ بالظبط كده. والبنت التانية عرفت، البنت التانية هو ما اتجوزهاش برضو، على العلم ان اهلها واهله كانوا عارفين بعض. بس حتى العلاقة دي برضو ما نجحتش. هو عموما علاقات الجامعة يعني مش هقولك مش دايما بدي، في ناس كتير بتطلع من الجامعة وبتخرج من الجامعة بعلاقة طيبة وبتخرج بخطوبة وبجواز والدنيا بتمشي وبتستقر، وفي بعض الناس ما بتكملش معهم العلاقة. القضية بس انك لما بتكتشفي ان هو بيخونك، هو ده اللي بيوجع جدا، وهو ده اللي بيحد حلم كبير. وفي كمان حاجات جميلة قوي في علاقات الجامعة دي، الناس الطيبة الحلوة اللي بتحب تهدي النفوس. في ناس بتحب تأسفن وترزع أسفين ما بين، يعني بالجامعات بالذات علشان العلاقة بتبقى قدام ناس كتير. ففي أصدقاء مقربين وأصدقاء غير مقربين يحبوا ليه غرض معين في شيء معين ما قدرش يحصل عليه، فالحل الوحيد يعمل إيه؟ وفاقع المسمار مبوظ العلاقة ما بين واحد وواحدة. الحق ده بيقول، الحق ده بيعمل، ده بيروح، هي تقول الحق لصاحبتها، واحد يقول لصاحبه الحق دي بتعمل، وبتنتهي العلاقة غلط. بسبب واحد كان كل هدفه ان هو يهد علاقه شايفها حلوه. ففي ناس فعلا بتغلط، وفي ناس بتتظلم، وناس بتتعب، وناس زيك بتتالم، وعلاقات كتير جدا كان ممكن تثمر وتبقى علاقات كويسه، لكن مع الاسف ربنا ما اردش. وكتير قوي الزمن بيجري ونقول ياه الحمد لله ان ربنا ما اردش.